جزاكم الله خيرا. هل التلفظ بالنية جائز؟ كأن أقول نويت صيام يوم غد من شهر رمضان إيمانا واحتسابا بوجه الله العظيم. تتم جواب السابق. نعم. وإذا نوى من الليل يصوم غدا وغلب عليه النوم ولم يتيقظ قبل السحور فإن صيامه صحيح، لأن النية موجودة والإمساك عن المفطرات موجود. فإذا أصبح ولم يتسحر وهو ناول للصيام فإنه يتم صومه والحمد لله. نعم. التلفظ بالنية. أما التلفظ بالنية فإنه حرام لأنه بدعة، ويكفي النية بالقلب لأن النية من أعمال القلوب. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية في بداية العبادة، لا الصلاة ولا الصيام ولا الطواف ولا غير ذلك من العبادات. فالنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. نعم.